بيان سور. طب وقيت يظهر لي 10:39 دقيقة من وقيت الدبارة الدبارة الدبارة. شيف ايا بونجور. كي العادة كل نهار اثنين مع الشيف ايا. وي الوغ اليوم واش حضرت لنا؟ انا قلت في دايوغ من اللي بديت قلت راهي حاجة سهلة وما تكلفش. ديما سهلة. ديما سهلة. ديما حاجة سهلين ماهوش آه وغابيد سورتو. بالضبط. باليوم شنو عندنا؟ عندنا سلطة بطاطا وعندنا كبكابو وعندنا دسير سلطة دو فروي. هاي الياسر. بالنسبة لسلطة البطاطا شفيها عندنا البطاطا وعنا المعدنوس وعنا الزيت زيتونة وعنا البصل والكبار والعظم والملح والفلفل الأكحل والسيترون. وفما عباد تستعمل تحط شوية مايونيز فوقها. كيفاش نعملو؟ نصمتو نفورو البطاطا نتاعنا بلوتو معناتها في كل شيء. نقعدو نعسو عليها طيب بالفرشيطة تشوفها معناتها طيب كل شيء. ما تحاولش طيبها على الاخر باش تولي زبدة معناها باش بعد خاطر ديجا هي كي باش تخرج معناتها في بعضها تنجم تزيد طيب أكثر فهمت؟ من بعد نحطو معاها شوية زيت ونبداو عندنا البصل والمعدنوس نتاعنا ونخلطو الكبار والعظم نتاعنا بالطبيعة نصمتوه ملح في الأكحل نحطو عصرة قرص والمايونيز. عندي جوست فيت في رابيد روسيت تاع مايونيز معناتها شنو نقولك حطينا شيف عطينا بربي روسيت مايونيز سهلة وناجحة وهما برشا طرق تاع مايونيز ثما هذه أسهل واحدة ثما روبو بلونجور هذا بال اي نعم موبيز لي سوب بالضبط فما بيت معناتها اي صحيح مش ميكسور فرق فرق. شنو نعملوا؟ عظمه عليها 250 مليلتر زيت وكوير دو سوب تاع قرص فهمت وكوير دو كافي موتارد. نعاودوا احنا كل شيء رانا باش نلقاوه في الفيديوهات كل شيء نحطوا بعضه كل شيء تحط مع بعضه كل مع بعضه كل مع بعضه عظمه جربوها 250 مليلتر حفاظ درس الزيت زيت نباتي ولا زيتون نباتي نباتي بي وكويغه سوب قارص مغرفه كبيره قارص صحيح ومغرفه صغيره موتارد هكا هاو وسيلو بوفر وعندنا الثوم ملح فلفل اكحل اي وعندنا ثوم فاكولتاتيف اللي يحب يحط ثوم ثم اللي يحب حتى يحط حاجات اخرين يفوحهم مايونيز ولا لا دو بريفيرونس ما نهربوش الكود ديما مايونيز يقعد مايونيز فنجم نحط كل واحد هو نقول اختياري ثم برشا نوع تاع مايونيز مش نوع بركه فهمت نحطهم الكل مع بعضهم ونشدوا كالبلونجور ونهبطوه على الاخر على القاعة نتاع البول نتاعنا الصحفة ما تحرك اي جملة ما تبداش تدور تخليه هكا وتحلو معناتها يخدم ويلي يطلع المايونيز معناتها ما تقعدش تحرك وتركض وتجي فهمت كيف برشا عباد هذيك هي فهمت الفازة كيفاش ومن با دقيقتين يطلع المايونيز معناها ما اسهل اعطيك اسهل روسيت ما في فما عباد تحط تزيد زيت وتقعد تخلط وبعد مرة يطيح مرة يطلع لازم فهمت دونك تحطو هكا على القاع نتاع البول نتاعك وتخليه ما تحركش الجمله تحركش يطلع وحده المايونيز فهمت داكوغ هذه من بعد معناتها تحضر السلطه كل شيء تحط العظم وفما عباد ما قلت لك حتى المايونيز تحب ليه اختياري معناها بالنسبه شعنا من بعد عندنا الكب كابو سلطه بنينه بالمايونيز بجينا على الخير ولي ساندويتش الصغار ونسحقوها صحيح عندنا الكب كابو ذي شنيا مرقه تاع حوت جيب الحوت ثم برشا عباد تعملها كل واحد وكيفاش اما دو بريفيرونس ديما بالحوت كبكب وبالحوت بالضبط ما فيهاش كلام الحوت هو اللي يفرق صحيح ايه. الحوت ثم الحوت ورقه ثم سفن ثم المنيل ثم البوري اوكي اش عملنا احنا اخترنا ارخص حاجه اللي هي سفن سفن فهمت بشني عن المكونات عندنا سفن عندنا البابريكا الفلفل الاحمر عندنا سيلو بوفر ملح فلفل اكحل وعندنا كركم وتابل وكمون وكبار وفلفل بر العبيد وزيتون وبرسيل المعدنوس وعندنا بصل وليمون وهريسة عربي وطماطم معجونة وزيت نباتي واللي يحب زيت زيتون اوكي اوكي باه شنو نعملوا اول حاجه باش نحطوا الزيت والبصل يتقلاو اوكي يتقلاو تاع بيان سور شويه مش ما خليوش الزيت يحرق البصل اي صحيح ديما على النار هاديه معناها ديما نذكروها على النار نحطوا دمراجه فروا احنا ديما نحطوا زيت وبصل يتقلاو مده 3 دقائق هكاك عينك عليهم بحذاك هما كل شيء فما عباد السنه بالنسبه للحوت تفوحوا تبيتوا يعمل مارينات نتاعو بشي يعطي بالكدي الفيح نتاعو وكل شيء وثم عباد تبدا رابيد جي الفكره في سماعة نجم يقدوا بالوقت تخليه يتقلى اش تعمل ناخذ الحوت نتاعي الحوت نحط معاه شويه كمون مش الكل نحطو خاطر بعدش نزيدو احنا نحطو شويه كمون نحطو شويه تابل ونحطو سيلو بوفر ونحطو فلفل احمر ومغرفه هريسه صغيره تخلطو تخليه يرتاح
خليه يرتاح على روحه على جنب ما درج درين نرجعوا البصل نتاعنا نشوف شو كملوا معاه. نرجعوا البصل نحطوا معها مغرفه طماطم معجونه البصل وزيت اللي حلنا متقليو به حطوا معها مغرفه طماطم معجونه ومغرفه هريسه فهمت. فما بيت تعمل هريسه العربي ولا هريسه السوري كل واحد شي حاب. اما احنا ديما العربي هريسه نابليه كما عرفينا بالضبط صحيح معجونه وطماطم طماطم معجونه وعنا مغرفه هريسه وفلفل زينه وفلفل اكحل وتابل وكركم وكمون ملح حطينا مع الحوت من بعد تستيه واحنا كان فهمت خليهم وكل شيء نزيدوا معهم شويه ماء ماء سخون بالطبيعه نمرقوا بالماء سخون شويه ماء سخون ديما ماء سخون راه ماء برد يلك الدنيا كل نزيدوا معاه ماء سخون خليوه لمده 10 دقائق اوكي 10 دقائق بالضبط. من بعد شنو نعملوا نحطوا الحوت بعد ما تغلي عمل الوحده اللي عملناها ديك الصوص شنو نعمل نحطوا معها الحوت ونزيدوا معها شويه ماء ديما باقي نمرقوا شويه خليه دقيقتين من بعد دقيقتين ما ياخذ الغلوه نتاعو ديجا والحوت في ساعه في ساعه تيب في ساعه اكثر اللحم في الدنيا تيب في ساعه تيب في ساعه نحطوا الليمون بعد ما دقيقتين هذوكم يعمل غلوه الحوت شويه نحطوا الليمون والزيتون والكبار والكبار راهو نشلوه خاطر ديجا مالحوا كلهم حتى اي حتى الليمون ردوا بين معناها مع حوت مع الملح اللي حطيناه دوك ردوا بين نشلوه ونحطوا معه في البر العبيد انا نغليه نحيلهم فما شكوس ده يحط الفاريونت راهي طيبه بالفاريونت بنت انوي هي اما احنا شنو نقولوا عنا كتاجين برقيزه اللي كانوا بالفاريونت ديما نحاولوا كل حاجه بعد زمني هكا وهذه طريقته صحيحه صبغي التاجين برقيزه يجيب الفاريونت دونك نحنا ديما نحاول نبدلو خاطر الفاريونت ديما تجبد الجوز دونك ليمون وكبار حوت حشنا بالحوت حوت احنا المطعم فهمت مطعم الحوت نحطوا قلت لك الكبار اللي الحمد لله نشلوه ونحطوا في البر العبيد خمسة دقائق طابت كب كب مكهر. شوف احسن تلقاها من با من با اربع دراج دبارة هي لا من با معناتها حاجه من سيء مش نسكل فكره معناها فهمت تعدى تو يمشي تعدى ياخذ شويه حوت طيبه تو يجربها حاجه بينا على حاجه بينا على في صفيسه اسهل حاجه معناها اسهل حاجه وما تتكلفش شويه فاريونت اللي يحب تلعب فاريونت ولا ينجم بالحوت اللي عنده في الدار معناها صحيح اذا عنده كل شيء قضاه قضاه معناها ما يحيرش ما يحيرش بي الدسير الدسير كيف كيف حاجه سهله وبنينا على الاخر معناها وصدقني واحده من الناس اكثر حاجه نحبها في الدسير مثلا اللي هي سلطه دو فروي سلطه دو فروي تو عندنا تفاح عندنا البنان عندنا الكيوي والفريز ديجا ريتو طاح تو والقوارص صحيح وعندنا الموندارين المدالينا اوكي هذو ما كل نقصهم دي كوب دي كوب فما عم تحب تقص كبار صغار خلطوهم مع بعضهم نحطوا السكر فما بيت ساعات ما تحبش تحط سكر جو ستمون حلو اي حاجه صحيه حبوا الشغل بالنسبه للعباد اللي عندهم سكر وكل شيء تحط شويه سكر وزهر ولا عطر شيء خلط زهر يا عيني حتى العطر شيء كريحه تبدا وتخلطها وتحط في كوب نتاعك هذيك هي لاستيوس كلها فك كيفاش نلموهم مع بعضهم ونقصوهم صحيح ونخليهم انا نخليهم شويه وقت قبل ما ناكلوهم خاطر يسيبوا زادك الماء نتاعهم خاصة القوارص محليها يسيبوا هكا الغله ديما احسن حاجه بعد ما ياكل الغله ديما احسن حاجه بعد ما ياكل الغله سي فغي وردوا بالنا برشا برشا نويع ثم نتاع غله كل مره ان شاء الله نجيبوا حاجه جديده وكل مره ان شاء الله تعجبهم الروسيت نتاعنا نجموا نزيدوا فوقها حاجه معناها فخوي سيك حاجه ولا نخليوها صحيح اختيار كل واحد كل واحد كيفاش يحب ديما احنا نقولوا في البريزونتاسيون نجموا نتفنوا بيان سور بيان سور برشا انا فكرتني في حاجه تو حكيت على حكيت انت شايف على الغله وكل انا تعرفها القهوه نتاع البرتقانه القهوه نتاع البرتقانه هاي تعرفها نسمع بها تسمع كيفاش تتقشر هكا معناها نجمو نعملوها نحطوها في السلطه دريساج اي ما دريساج زين بيه ما لا 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 الا البرتقانه بيدها تفرخ ومن داخل يطيبوا فيها قهوه فما شكون جربها وحاجه بنينه على الاخر انك حكيت لي قلت تفكرت هذا هذوما جماعه الباتيسيري الحق الحق انا كوجينه اما ترى تشوفوها تنشوفوها نحكيو عليها المره الجايه برومي ان شاء الله نشوفوها المره الجايه مع اللي شايف نتاعنا الباتيسري زايده عند نشوفوا اوكي عندنا غازي نهار الاثنين شيف نهار الجمعه شيف غازي فنان اما كل حاجه صحيه لعب ليه
ليلتي في عود سرينا يحط شوفين يرحي في عودك الحاجة والله حاجة حاجة بنينة أك نحن نهار الاثنين نمشي شوية مشخشيخ مع الشيف إيه هكا ولا ما حليها اليوم سورتو سلطة البطاطا سهلة ومنسية الحقيقة اي ولا والله العظيم وتحبها صغار قصه من بالليل العظيم ثم شكون يعمل سفينيري وبطاطا ما والله العظيم ربنينه على الخر على الخر بنينه على اصلا اسمعها هكا وي بنينه تخيلها هكا تمشي تروح فما اللي يزيدوها قلنا مع نص وصاله اللي كيتحطوا معنا فهمت معها فوالا ومع المايونيز اللي عطيتها لنا الوصيف فوق مايونيز واذا كان نحبوا نعاودوا نشوفوا لي غوسيت الكل نتاع لي شيف نتاعنا ودبرتنا تلقاهم بيان سور على الباج نتاعنا باج راديو ميد تونيزي بيان سور شيف ايه عندك الماء في الختامه ان شاء الله ميرسي عايشك ربي يخليك ساعه ميرسي انت وليكيب الكل يعطيكم الصحه عايشك على دبرت اليوم ربي يخليك ان شاء الله كل مره نجيبوا حاجه جديده ان شاء الله كل مره هك حاجه ديما نمشوا الحاجه المنسيه معناها سورتو من قاع الخايبه الخابيه قاع الخابيه وكبكاب ومبن وكنت كنت تشوف كي يطيب في في النحاس والا في اختي في الطاجين الطاجين فوالا تجين الفخار بنين 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 على الاخر انا مش راح نجرب عندي كيبتين دورات تمشي الامور تمشي على الاخر على الاخر عندي هريسه بليه ما نحكي لك شنودك ولا شهي الطقس هذا اقسم بالله العظيم تجي نضرب حذاك نكمل نص النهار نكمل شويه خدمه نروح نحكي بيع ساعه على هو تاع تك تك تعاد شويه فاريون شويه واحد شويه بصل شويه ولا ديما ديما تفكرني في لي غوسيت هذوما تليفون كلمني تو ماما نعطيك الصحه يا شيف ديما كل نهار اثنين شيف ايه معانا تعطينا دي غوسيت كيما قالت شيف ايه من القاع الخابيه وبنين وما يتكلفوش بالكل مواصلين معاكم موجة الصباح على راديو ميد موزيكا وراجعين.